بسم الله، النهارده هنتكلم على الامن في البيم. ايه هو موضوع السكيورتي في البيم؟ دلوقتي لو اي حد خد ملف البيم اللي معمول للمبنى يقدر يعرف كل المداخل والمخارج، وممكن يدخل يسرق حاجه، ممكن يدخل يهرب حاجه. لو حد فاكر فيلم بيرسون بريك، كان مايكل هو مهندس انشائي، مش مهندس معماري زي ما الناس مصوره. اخوه دخل السجن، فراح هو كان معاه اللوح بتاعه السجن ديت، فحب ان هو يحفظها كلها عشان يدخل السجن ويهرب اخوه. ما دام معاه اللوح بتاعه المكان يبقى يعرف المداخل والمخارج ويقدر يدرس الموضوع، مش هيفاجئ بحاجه هناك. تمام. فهي نفس الفكره، اللوح البيم بتبقى تيبيكال للواقع. لوحة ديزاين هي لوحة شوب دروينج، هي لوحة الأسبلت. فهو لو هو معاه اللوحة ديت، لو حد قدر يعرف اللوحة ديت يقدر يعرف أماكن كاميرات المراقبة فين، يقدر يعرف ايه الحاجات اللي يقدر يستغلها بأن هو يعرف في فتحة مثلا معمولة غلط، أو في حاجة أمنية مش صح، في نوافذ مثلا قريبة، يقدر يعرف يمشي منين، يقدر يعمل النموذج ويقدر يشوف ايه اللي ممكن يفيده في عملية تسلل المبنى والخروج من المبنى. تمام. وفي حاجة خطيرة برضو، ان احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان عشان اختار سوفت وير كويسة، قلنا ان هو لازم يكون في معماري وانشائي وكهروميكانيكال بيدعموا بعض، او بيدعم ان هو يصدر ويستورد بالبرامج التانية ديت. وقلنا حاجة خطيرة، ان هو لازم يكون في امكانية ان هو يشتغل على سحابه الكترونيه، يعني اقدر اخد المعلومات ديت احطها على سحابه الكترونيه، اقدر مثلا احطها على الدروب بوكس، اقدر احطها على ديسك 360، اقدر احطها على اي حاجه من الحاجات اللي هي تبقى اونلاين، بحيث ان ممكن اي حد يشتغل من مصر، من قطر، من الامارات، من امريكا، من الهند، من اي دوله. فدي مشكله، ان اي هاكر ممكن يروح داخل واخد الملفات ديت. فلازم اعمل حمايه للملفات اللي هي اونلاين والملفات اللي هي اوفلاين، واتاكد ان الملفات دي ما تروحش لحد غير للي موجود في قلب المشروع، واللي هو لازم يحصل عليها، زي مثلا العميل، زي مثلا المهندس المعماري والانشائي، مهندس السايت، وما يبقاش عنده امكانيه ان هو ياخد الحاجات ديت يحتفظ بها للذكرى. انا فاكر بكلم مره مع واحد في مكتب استشاري، فبقول له ايه يا عم ده يعني في حاجه بتحصل غلط، ان اللوح المعماريه والانشائيه اللي بتتبع، احنا كنا بنطبع 5 نسخ، واحده بنديها للمقاول، واحده بنديها للناس في الموقع، وثلاث لوح بناكل عليهم. ففي بعض اللوح كان بيروح ايه واخدهم بيدوم لاي حد. فبقول له ممكن يكون في حاجه امنيه مش صح. يقول لي يا عم يا ده انا كنت شغال في امن المخابرات، وجالي طالب في الكليه بيقول لي عايز نسخه، رحت مديله نسخه اوتوكاد كامله متكامله للمبنى. فدي مش مظبوطه. هو اصلا المفروض الحاجات العسكريه يبقى ليها ستاندرد وليها كود خاص بيها. تمام. يعني احنا بنقول كل الشركات المفروض تشتغل بستاندرد، ويكون في ستاندرد للدوله، كل دوله يكون لها ستاندرد، ويا ريت يبقى في ستاندرد موحد للدول كلها. تمام. وفي واحد اللي هو الناشونال بي اي ام ستاندرد، وده جميل جدا، يعني لما بعرف فيه بستمتع بيه، هو الكود بتاع سنغافوره. بس مفيش مشكله لو هو كل دوله بتعمل كود تبقى عام والناس كلها عارفاه. بس الحاجات اللي هي امنيا، زي مثلا مطارات حربيه، زي مطارات عاديه، اي حاجه فيها مشاكل ممكن تشفر بكود خاص بيها، محدش يفهم اللي مكتوب غير اللي شغال في المشروع دوت، او غير اللي شغال في المؤسسه الامنيه ديت. يعني انا مصري، ف مثلا المخابرات المصريه لازم تبقى لها كود خاص بيها، ما يفهمهاش اي واحد عادي، ما ينفعش اي مهندس معماري يشوف اللوح يفهم ايه المقصود بيها، لا، يبقى فيها شفرات كده، لازم يبقى معاه الكود اللي موجود في قلب المخابرات المصريه عشان يبدا يفهم اللي بيحصل، تبقى حاجه خاصه بالحاجات الحكوميه. تمام. وده اللي بيحصل في دول كتيره، ان هو بيعمل كود عام للناس كلها، ويقول لك الحاجات الامنيه يبقى لها كود خاص بيها. تمام. الموضوع حتى الان ما اقدرش اقول ان هو فيه مشاكل، يعني ما فيش لوحه بيم اتسرقت فحصل مشكله، بس دي يعني انا جربت الهاكر كتير وعارف التفكير بتاعهم.
لازم تاخد احتياطاتك من دلوقتي، ان انت تبدأ تسطب حاجات تحمي الملفات بتاعتك، تهتم بجزء الحماية. يعني انت بتبني المدينة بتاعتك، ابني الدرع والسور اللي حوالين المدينة، حاول توعي الناس. الموضوع مش هيكلف اكتر، يعني الموضوع مثلا مش ايه، مش المشروع هيكلف مليون والحماية هتكلف مليون، لا، الحماية هتكلف الناس تبقى فاهمة الفكرة، الناس تبقى عندها قدر من الاستيعاب. ابقى مسطب ببرامج اتحكم في مين اللي يدخل ومين اللي يخرج، ابقى مسطب برنامج يقول لي ايه اللي بيحصل، ملف لوج كده اعرف ايه اللي بيحصل، اعرف مين اللي بينسخ الحاجات وينسخها لمين وكده. وربنا يستر ان شاء الله، وان شاء الله مكملين في البيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم عبار سي.